11 مساء اليوم الثلاثاء يبتدئ حظر التجوال الذي أعلنت عنه السلطات في العاصمة بغداد كإجراء وقائي للحد من انتشار فيروس كورونا، وبالإضافة لإقليم كردستان الذي سبق العاصمة بإجراءات منع التنقل بين المدن وحظر التجوال، 4 محافظات عراقية أخرى قررت يوم أمس الاثنين فرض حظر التجوال ضمن المساعي الرامية للحد من تفشي الفيروس بالإضافة للمحافظات الأخرى. وبذلك تم فرض حظر التجوال في أرجاء البلاد كافة باستثناء محافظة دهوك بإقليم كردستان العراق لفترات متباينة بين 2 أسبوع ووصولا إلى إشعار غير مسمى تزامنا مع تسجيل إصابات جديدة يوميا بكورونا واستمرار تعطيل الدوام الرسمي في المؤسسات التربوية والجامعية والحكومية. الشوارع هنا في بغداد بدأ الشبه خالية مع تزايد الطلب على السلع الاستهلاكية على الرغم من استثناء البضائع من الحركة والتنقل ووسائل الإعلام والدوائر الصحية، إلا أن هاجس الخوف يلازم العراقيون من احتمالية نفاذ المواد الغذائية والوقود من الأسواق والدخول في أزمة اقتصادية محلية، سيما وإن اللجنة الوزارية الخاصة بكورونا قد تلجأ لإعلان حالة الطوارئ الصحية في البلاد بالأيام القليلة القادمة إذا ما خرج الأمر عن السيطرة.